وينضم إلينا من باريس شوقي أمين مراسل العربي. شوقي مرحبا بك. إذن لا أدري، ربما أخيرا يعني صدر حكم المحكمة على الرئيس الأسبق، طعنا في تفاصيل هذا الموضوع. نعم رشيد، مرحبا. الرئيس نيكولاس ساركوزي بالفعل أدلته محكمة الجنايات هذا الخميس، وكان حكما في الحقيقة قاسيا، عام يعني نافذة 6 أشهر منها يعني خارج السجن. ولكن السؤال الذي يتردد هنا هو هل سيدخل نيكولاس ساركوزي السجن؟ بطبيعة الحال لا، وسيكون ما يسمى به السجن سالب للحرية، يعني يكون في بيته تحت ما يسمى إقامة جبرية، أو في يكون مضطر للتوقيع على محاضر في محافظة الشرطة القريبة من بيته. الواضح فقط أن وصلنا منذ قليل، عندما كنا في قاعة أو كنا في باحة محكمة الجنايات، إيرزوغ الذي تحدث إلينا محامي تيغي إيرزوغ قال بأنه تلقى هاتفا من الرئيس نيكولا ساركوزي من موكله وطلب منه الاستئناف، ما يعني أن هذا سيبطل الحكم الحالي في والانتظار فيما يترتب عليه هذا الحكم بالاستئناف في قادم الأيام. نعرف أن العدالة في فرنسا على بيروقراطية بطيئة جدا، استغرقت ربما هذه جلسة 7 أشهر كاملة ونطقت الأحكام في حق كل المتهمين. الرمزية رشيدي سمحت يعني هذا الحكم هو أنها في الحقيقة ضربة قاسمة لعائلته السياسية، عائلة يعني هو أدين عندما كان رئيسا لحزب الاتحاد من أجل اتحاد الحركة الشعبية الذي تحول إلى حزب جمهوري، وهو الآن يحاول أيضا التموقع في الحملة الانتخابية المقبلة، ثم أيضا هي ضربة ربما موجعة للسياسية والمشهد السياسي بشكل عام، خاصة وأن السياسيين هنا في فرنسا كما تشير إليه دراسات الرأي أنهم باتوا يشككون في مصداقية الطبقة السياسية يمينا يسارا وسطا إلى غير ذلك. إذن هي يمكن أن نقول أن يعني المحكمة حسب كل المراقبين هنا قالت بأنها فقط طبقت القانون، وفعلا فساركوزي ومساعديه وحتى شركة بيغماليون التي هي عملت على ترويج يعني لحملته الانتخابية بتنظيم اللقاءات والتجمعات الكبرى، هي في الحقيقة اخترقت القانون، والسقف المالي المحدد دستوريا هو 22.5 مليون، هو لكنه ضاعف ذلك جراء يعني عدا ذلك الاتهامات التي لاحقت ساركوزي كما ذكرت في المقدمة رشيد، يعني التمويل الليبي من معمر الراحل معمر القذافي. يعني هذه القلاقل في الحقيقة راكمها ساركوزي وعائلته السياسية يعني منذ في حملته الأولى وأيضا في عام 2013. إذن هي في الحقيقة يعني حالة استثنائية تدخل في حوليات القضاء الفرنسي، وأيضا سابقة تاريخية في التاريخ السياسي الفرنسي. رأينا فقط أن باقي المتهمين قرروا عدم الاستئناف لأنهم تعبوا من هذه الجلسات في المحاكمة. مراسل العربي شوقي أمين كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.